لاحظتي هذا الشيء صحيح؟ نفس الشيء هي بيشبهوا بعض مظبوط الاكواسيون بالإكواسيون وبكل شيء وال تحت. ال إيه؟ إذا عندي كوندنساتور، كوندنساتور دو كاباسيتي سي، هون عندي انتربتور بوبين بيرمون اندكتيف بالبداية، يعني بوبين دانديكتونس ال دو ريزيستونس انترن زيرو. هون كوندنساتور شارجي انيسيالمون لا تنسيون انتر سي بورن، لنفترض انه عندي هون ا بي، يو ا بي ايجال او انيسيالمون كان لو كوندنساتور شارجي. طبعا بداية في يكون الكوندنساتور شارجي، في يكون البوبين شارجي، وفيهم يكونوا اثنيناتهم عندهم شيء من الشارج. اوكي، لوس كونفيرم لانتربتور الور لو كورون سيركول دون سي سونس. اذا سمينا هيدي كيو، الكيو بوزيتيف، الكورون بيروح من الشارج بوزيتيف لعند الشارج نيجاتيف، بيمشي بهالاتجاه، وبنختار هيدا السونس بوزيتيف، هو دائما بنختاره دون لي سونس دو كورون يلي بنعتبره دائما بوزيتيف. اوكي، طيب شو وجه الشبه بينه وبين الأوسيلاتور؟ هون عندي أوسيلاتور، هاي الأوريجين أو نعتبرها مثلا موجودة لوسكو إكس إيجال زيرو، يعني اللي ريسور إريلاشي. هون ما في إنرجي، ما بصير في عندي أي حركة. هون إذا عندي كوندنساتور وعندي بوبين اثنيناتهم مش مشرجين، بيشبهوا هاي الحالة يلي هون. هلا إذا شدينا هيدا لهون الماس، أوكي، شو بكون عنده؟ عنده إنرجي بوتنسيال ماكسيمال، بس ما عنده إنرجي سينيتيك، صح؟ إنرجي سينيتيك إيجال زيرو. وبنقول أتي إيجال زيرو أون لاش لماس إم، السومي أوسيلي، بصير ساعتها بيخلق عندي انرجي سينتيك، بتصير تكبر، بتصغر الانرجي بوتنسيال، بتصير زيرو، ان سي دي سويت اون موفمون دو فايفي. وممكن كمان يكون لونسي افيك اون فيتيس انيسيال، هون مثلا موجهينه باتجاه معين، يعني عنده انرجي سينتيك انيسيال وما عنده انرجي بوتنسيال. ممكن يكون مشارجين نحن البوبين ومش مشارجين الكوندنساتور، اوكي، وممكن يكون اثنيناتهم عندهم انرجي سينتيك، يعني عندي انرجي سينتيك زيرو، عندي انرجي بوتنسيال زيرو، ونتركهم مع بعضهم بصيروا يعملوا كمان اوسيلاسيون. فهيدا وجه الشبه بيناتهم. لنرجع للالكتريسيتي، في عندي ايكواسيون ديفرنسيال بتتذكريه هون بالميكانيك، اكس سيكوند بلس اوميجا زيرو كاري اكس ايجال زيرو. طيب هيدا الايكواسيون ديفرنسيال كي ريجي لو موفمون دو لوسيلاتور. هلا اذا بدي جيب الايكواسيون ديفرنسيال، هون عندي لوا دونيسيتي دو تونسيون، لانه اون باراليل كوندنساتور وبوبين، يعني عندي سي اي بي سون اون باراليل اون ديريفاسيون. الور يو ا بي او بون دو كوندنساتور إيجال UAB أو بون دو لا بوبين. نعتبر نحن UC U دو كوندنساتور إيجال UAB اللي هي بوزيتيف UAB. طبعا الكورون E إيجال DQ سور T، والQ هي عبارة عن C و UC، و E إيجال DQ سور DT، يعني إيجال C par DUC sur DT. إذا بدي جيب ديريفي للكورون DE sur DT، شو بيطلع عندي؟ C fois D2UC sur DT2. وهي ما بتعني كاري، ها D2 يعني ما بتعني كاري، دوزيام ديريفي، يعني هاي هي ذاتها C fois UC second، دوزيام ديريفي دو UC. هاي DEC DE sur DT. طيب UAB هي U دي كوندنساتور إيجال U AB أو بوند دو لا بوبين. فإذا أول شيء عن أول طريق هي UAB،
هون بوبين اورينتي دو ا فير بي من ال ا لل بي الاورينتاسيون شو بتصير ار اي اللي هي 0 بلس ال دي اي سور دي تي اوكي اون ريبلاسون شاك تيم بار سا فالور لاحظي هون الاي حطيتها دي اي سور دي دي كي سور دي تي مضبوطه هاي ولا لازم تكون غير هيك هيدي مظبوطة انتبهي الاي طالعة من الارماتور اللي مسميها كيو مش فايتة عليها اوكي يعني موان دي كيو شور دي تي الكوندنساتور عم يعمل ديشارج هون ايه يعني موان سي دي اي شور دي تي كمان هون عندي موان وهون عندي موان اوكي عرفتي ليه؟ لانه او اصلا الاي بوزيتيف قلنا والاي هي دي كي سور دي تي اذا قلنا دي كي سور دي تي والكيو عم تنقص يعني صارت نيجاتيف كي ديمينو دي كي سور دي تي بتصير نيجاتيف وهي مش نيجاتيف هي بوزيتيف فاذا بنحطها موان دي كي سور دي تي حتى تبقى بوزيتيف اوكي؟ طيب فاذا صار عندنا هي الاي من تظهر من البوزيتيف لعند النيجاتيف ايه اكيد ايه ما هو الالكترونات بيطلعوا من النيجاتيف لعند البوزيتيف اوكي إيه؟ فالكورون بعكسه صار عندي اي سي ايجال ال فوا شو موان سي دي دو اي سي سور دي تي دو اللي هي دوزيام ديريفي دو اي سي يعني صار عندي اذا بجيبهم لنفس الجهه اي سي بلس LC DUC sur DT égale 0 بصير عندي D2 هون D2UC sur DT2 D2UC sur DT2 plus إذا بدي رتب الإكواسيون 1 sur LC UC égale 0 بيشبه الإكواسيون يلي هو فوق بالميكانيك إذا مذكرة X سيكوند بلس أوميجا زيرو كاري X إيجال زيرو أوكي مثل هذا الإكواسيون اللي اشتغلناه بالميكانيك نفس الشيء فالسوليسيون طبيعي يكون هو ذاته نفس السوليسيون شو السوليسيون اللي له مذكرة؟ للميكانيك يس إيجال U سي ماكسيمال سينوس U سي ماكسيمال يلي هي E مش هيك؟ أكبر U E سينوس أو كوسينوس أوميجا تي صحيح بلس في أوميجا زيرو تي بلس في في ليش حطيت أوميجا زيرو؟ لأن هيدي أوسيلاسيون ليبر شو بتصير؟ أوسيلاسيون أكيد أوسيلاسيون إلكترومغنتيك بس أوسيلاسيون ليبر بيريوديك ليبر شو؟ بيريوديك بيريوديك صحيح بس اوسيلاسيون ليبر امورتي نو امورتي نو امورتي لانه ما في ريزيستانس لانه الريزيستانس هي اللي بتنقص الانرجي مثل الفروتمون بالميكانيك هون با دو فروتمون بتصير اوسيلاسيون ليبر نو امورتي اوكي موفمون هارمونيك سامبل يعني اذا بدي اجي ارسمها هيك بدي ارسمها أو بنرسمها دغري على السريع هيدي U C en fonction de T خلال البيريود دايما بقسم لأربع أقسام أوكي A T إيجال زيرو قد إيه كانت ال U للكوندنساتور كانت إيجال E بلشنا من هون شيء بعدين تنزل هاي ال E كانت هون كانت بوزيتيف E تنزل بعدين بتصير نيجاتيف بعدين بوزيتيف احنا حطيناهم بعدناهم عن بعضهم المفروض تكون هون اوكي بعدين بتوصل لهون هيدا بيريود كامل وبتتكرر من هون ورايح اوكي هلا بالنسبة للكورون انتنسيتي دو كورون فينا نستنتج من هاي الايكواسيون ديفرنسيال كي ريجي لا فارياسيون دو كورون بارابور او تون
يعني أتي إيجال زيرو، أتي إيجال زيرو شو أكيد الكيو نفس الشيء مثل الـ مثل الـ إلى كوندنساتور، لأنه مثل ما بتعرف في كيو إيجال سي فوا يو سي، صحيح؟ الـ إي هي شو؟ دي كيو سور دي تي، أو سي فوا دي يو سي سور دي تي. طيب هذه بتشبه الاي مع الديريفي، بس الكي مثل الاي نفس الشيء، بيطلعوا مع بعض بينزلوا مع بعض، بس الدي كي دي اس اس اللي لها علاقه بالديريفي. هون مثلا اتي ايجال زيرو، شو كانت الكورون؟ كانت زيرو، لانها هي عباره عن البونت للتانجونت يلي هون. التانجونت شو بكون هون؟ دروات باراليل الاكس دو تي، اوكي؟ فبتكون الكورون زيرو هون. هون بس تكون الاي للكوندنساتور زيرو، شو بتكون الانتنسيتي ماكسيمال. بس ماكسيمال اذا بدنا نعمل تانجنت هون، هون ماكسيموم نيجاتيف، اوكي؟ بكون عندي بهالشكل هيدا لنقول هون، اوكي؟ حي الله مطرح مش ضروري تكون نفس الشيء قد الفالور، يعني بتصير تنزل من هون هيك. كمان على الماكسيموم هون بتكون زيرو، يعني بدها تنزل لهون زيرو، بعدين هيدي زيرو بتصير هي ماكسيموم بس بوزيتيف، بتصير هيك، بعدين صارت ماكسيموم بترجع بتصير زيرو، اوكي؟ هي مرق عليها بيريود، هي كورون اي، لانها لها علاقه بالديريفي. وطبعا فينا نجيبها من خلال الايكواسيون. اذا انا مثلا عندي اي، هذه عم نحكي اناليتيك، انا عم بستنتجها من الرسمه دغري مباشره، بقدر استنتجها انا من غير الرسمه. يعني في يحط انا مثلا اي ايجال سي فوا دي اي سي سور دي تي، وين الاي سي؟ حطيناها نحن اياها الUC. شو الديريفي لها؟ هي E فوا أوميجا زيرو كوسينوس أوميجا زيرو تي بلس في، حتى حولها لسينوس أو بلا ما حولها لسينوس. هاي إذا برسمها حتطلع هيك، أوكي؟ حتطلع مثل اللي بالأزرق مرسوم، أوكي؟ مش الحال ورد؟ إيه مش وحش. اوكي، ننتقل هلا. اذا في عندي ريزيستانس، يعني سواء كان الكوندنساتور رولي ا اون بوبين، اذا كان عندي كوندنس هون، عندي اوسيلاتور افيك ريزيستانس، يعني السيركوي شو صارت؟ R و L و C. طبعا هون الفرق بينه وبين الالترناتيف هو انه ما عم نحط احنا تنسيون الترناتيف، عم نحط تنسيون كونتينيو، صح؟ بالشارج وديشارج بالاوسيلاتور عم بصير من خلال تنسيون كونتينيو. اذا عندي هيدا كوندنساتور شارجي، ريزيستانس بوبين انيسيال مو، دائما عم نعتبر نحن واحد من الكوندنساتور او البوبين هو شارجي. طبعا هون رح حطها بيرمو اندكتيف، واذا ما كانت بيرمو اندكتيف الريزيستانس بتفوت بقلب الريزيستانس تعيد هاي اللي هون، اوكي؟ يعني جران ار هيدي هي الريزيستانس اللي بدي احطها بلس للريزيستانس انترن دو لا بوبين، اوكي؟ نسمي هاي يو ا بي، هاي البوينت سي. فاذا قلنا شو بتشبه هاي؟ بتشبه الاوسيلاتور ميكانيك افيك فروتمون. افيك فروتمون شو اسمها الموفمون؟ بتكون عاده سيدو بيريوديك. بيريوديك. اوكي، لو قلنا بلشنا من هون بتصير شو تعمل؟ تنقص الانرجي، بتقل الاكس لحد ما تصير بالنهايه زيرو. والايكواسيون ديفرنسيال بيكون بهالشكل، اكس سكوند بلس
2 alpha اكستريم ببين الترم اكستريم هون بلس شو اوميجا 0 كاري اكس ايجال 0 والسوليسيون طبعا هودي السوليسيون هودي ما كانوا مطلوبين منا نحن اكس ايجال او على بويسونس الفا تي مو الفا تي اللي هي هذا الترم اللي بينقص الامبليتود سينوس او كوسينوس شو اوميجا تي بلس في هيدا هو السوليسيون هيدا اذا بدي ارسمه شو بيعطيني هيدا الجراف اوكي ماتيماتيكمون اذا برسم هاي بتعطيني هاي هاي الاكسبونونسيال هي المسؤوله عن النقصان يلي موجود هون اوكي بلش تنقص اكسبونونسيالمون اوكي على التانجنت طبعا هون بده يكون فهمت علي كيف انه كيف الاكسبونونسيال بينزل بهالشكل هديك بتكون الجراف بيكون هيك الماكسيموم بيوصل عليه اوكي بهالشكل هيدا هيك انتبهتي كيف هيدا الاكس يلي هون الاحمر اللي رسمته انا هو بيمثل هيدا الترم يلي هون والسينوس اوميجا تي بلس في هو سينوزويد بس عم تنقص الامبليتود تاعته اللي هي فاريابل ديمينوي افيك لو تون كل ما كبرت التون كل ما بتصغر طيب هيدي بالميكانيك اوكي شو بدنا فيها بالميكانيك حنشتغل احنا الكتريسيتي D'après la loi d'additivité de tension, on a UAB égale, ou le A. L'UAB, qui est appelé un condensateur, après un condensateur. UAB, qui est UC, qui est appelé la charge, ou une tension initiale E, yani UC0 égale E, initialement, AB, AC. دائما السنس بختاروا باتجاه الكورون حتى يضل الكورون بوزيتيف سنس بوزيتيف هون هيدا الكورون بهالاتجاه اوكي هيدا هو سنس دورينتاسيون يو ا بي تاعت الكوندنساتور ايجال يو طبعا في حط انا يو ا بي بلس يو بي سي بلس يو سي ا ايجال زيرو نفس الشيء ايجال يو ا سي بلس UCB en remplaçant chaque terme par sa valeur. Alors, عندي ال UAB هي UC, UL condensateur, égal. UAB هي R fois I, courant ماشي من ال A لل B, plus le bobine orienté de CAB, يعني كمان LDI, sur DT. كرمال هيك قلت لك إذا في عندي petit RI بتفوت بقلب هاي, يعني بصير grand R plus petit RI. مثل العادي هونيك الاي شو بتساوي؟ برهنها ايجال هي دي كيو سور دي تي والكيو دائما هول بنحطهم سي فوا اي سي فاذا دي اي دي كيو سور دي تي اللي هي اي هي سي فوا دي اي سي سور دي تي يعني دي اي sur dt هي شو بتصير c fois d carré uc sur dt2 اوكي بنحط كل شيء بقيمته uc ايجال رجعنا غلطنا نفس الغلطه صحيح شو هي en moins de q sur dt ايوه اساس بس كيف بنعرف انه قبل ما كنا نستعمل انه moins de q sur dt كنا نحط de q sur dt بلا قلت لكم لما بتكون الكورون طالعة من الارماتور موين دي كيو سور دي تي لما بتفوت على الارماتور بتكون دي كيو سور دي تي هي اللي مسمينها كيو اوكي دائما بس تكون طالعة من الارماتور اللي مسمينها نحن كيو اي ايجال بلس دي كيو سور دي تي فاتي على الارماتور لما بتكون فاتي على الارماتور بلس دي كيو سور دي تي طالعة من الارماتور موين دي كيو سور دي تي قلت لكم في طريقة ثانية شو هي نحن بنعتبر الاي بوزيتيف دائما وبس تكون بوزيتيف بنحط نحن اي ايجال دي كيو سور دي تي هلا اللي بتعطيني اياها بوزيتيف بتكون هي الاي الكيو هون عم تنقص ولا عم بتزيد؟ هون عم بيروح الكورون عم يجوا الالكترونات الالكترونات الموجودين هون عم يجوا لهون يعني عم تنقص الكيو بما انه عم تنقص دي كيو سور دي تي نيجاتيف حتى تبقى الاي بوزيتيف بنحطهم هون
اوكي هي اساس بس يروحوا الالكترونات المعلم. لهون يجوا على مطرحهم بصيروا زيرو بالنهايه. اوكي. اوكي هلا هون بصيروا زيرو، بترجع البوبين بترجع بتمشي بنفس الاتجاه، بيرجع بصير في شارج، بضل في عندنا اوسيلاسيون بين الكوندنساتور والبوبين بهالحاله هاي، والا على فان دو شارج بتصير زيرو، الكورون مش بصير زيرو بنهايه الشارج. أساس بس يكون ال U C ماكسيمال، بتكون الإلكترون على هذا محل ما في الكو. ايه الاي سي ماكسيمال هي او ديبي، لما بتبلش بتكون فاضي الكوندنساتور وبدنا نبلش نعبي. لا قصدي ال U C ايه ماكسيمال. ال U C ماكسيمال بتكون إيه؟ الموان على الكو. لا بتكون بس على الموان الكيو، على الكيو نحن عم نعتبرها بوزيتيف، الموان من تحت من هون، هي موان كيو، هي موان اوكي. كيو، هي كيو للبي قال موان كيو. طبعا ليك شو لاحظي هون، هذا الكروم اللي هون شو مش فايت على الارماتوريا اللي هون كمان نفس الموضوع، اذا هي مسميتها كيو كيو بي يعني بتكون الاي كمان هي دي كيو بي سور دي تي. هلا الكيو بي عم بتزيد ولا عم تنقص بهي الحاله اللي احنا فيها؟ عم تزيد. عم بتزيد، عشان هيك بنخليها بلوس دي كيو بي سور دي تي، انتبهتي؟ اوكي. هي نفسها الكروم سوري اوكي. نفس الكورون بس عم بتزيد بنخليها بوزيتيف، عم تنقص بنخليها بنضربها بمو، مش الحال؟ طيب فإذا وين صرنا هون؟ كيو سي إيجال ار اي يعني موان ار سي دي يو سي سور دي تي موان بعد في عندي ال دي اي سور دي تي ال سي دي دو يو سي سور دي تي دو. اوكي هلا بنجيبه لنفس الجهه، بصير عندي يو سي بلس ار سي دي يو سي سور دي تي. ورد دايما هولي بيكونوا بوزيتيف يعني ولا مره بنحطهم نيجاتيف، بلس ال سي دي دو يو سي سور دي تي دو ايجال زيرو. هذا شكل الاكواسيون بشكل عام، بنرتبه بصير نقسم على ال سي يعني بس بنرتبه دي دو يو سي سور دي تي دو بلس، إذا قسمنا على ال سي بتصير ار سور ال ار سؤال. دي يو سي سور دي تي بلس ان سور ال سي يو سي ايجال زيرو. هيدا الإكواسيون ديفرنسيال يلي شكله إذا بدنا نبسطه يو سي كفورم يعني يو سيكوند بلس ار سور ال يو بريم بلس ان سور ال سي يو سي إيجال زيرو. شو بيشبه الإكواسيون بالميكانيك اكس سيكوند او تيتا سيكوند بلس 2 الفا اكس بريم بلس اوميجا زيرو كاري اكس ايجال زيرو. هول بيشبهوا بعضهم يعني كأن الالفا هي شو ار سور 2 ال صح، لانه هي 2 الفا والاوميجا زيرو كاري اللي هي البلساسيون هي ان سور ال سي، فينا نستنتج منها البريود والفريكونس وغيره. طيب هيدا الاكواسيون شو عنده سوليسيون؟ عنده سوليسيون يو سي، طبعا مش مطلوب نحفظ الاكواسيون بس منيح انه نعرفه،
moins alpha t sinus omega t plus phi. طيب هيدا كيف فينا نرسمه؟ AGC en fonction de T. AT égale 0, كانت le IC égale E. وتبلش تنقص من هونيك ورايح. اياها. اوكي. لاحظتي كيف؟ المسؤول عن الديمينيسيون هو مين؟ الريزيستانس. هو الريزيستانس مظبوط. يعني هيدا الترم يلي هون مو الفا T. اللي إلها علاقة بالريزيستانس، شايف الألفا إلها علاقة بالريزيستانس. أوكي؟ طيب. هيدا كلهم لحد هلا شو اسمهم هون؟ أوسيلاسيون ليبر. ليبر. هون أمورتي، قبلها نو أمورتي، بس اثنيناتهم أوسيلاسيون ليبر. أوكي؟ أوسيلاسيون ليبر أمورتي اللي هي أرمونيك وبيريوديك، هون بتكون بسيدو بيريوديك مثل ما بتعرفي مش هيك؟ بسيدو بيريوديك. طيب في عنا شيء بنسميه اوسيلاتور اوسيلاسيون فورسي 3 مثلا ثالث مرحلة هون لما في فروتمون هلا ثالث مرحلة إذا في فروتمون لما يكون في جنراتور برافو صح لما يكون في جنراتور جنراتور عم نحكي عن كورون كونتينيو هلا أنا أعطيتكم بالتفصيل اللي إلك واللي لرفقاتك اللي له علاقه بالسيركوي ار ال سي اذا مذكره التونسيون التيرناتيف سينوزويدال اللي نحن هلا بدنا نشوفه هو التونسيون كونتينيو لما بكون عندي جنراتور مثل تونسيون كاري مثلا كيف بتصير السينيال عرفنا نحن اذا في فروتمون واذا ما في فروتمون شو بصير عندي هلا اذا في جنراتور وفي ما في فروتمون بيكون عندنا اوسيلاسيون بطريقه معينه إذا في أوسيلاسيون في أمورتيسمون بنفس الوقت بيكون في طريقة ثانية بالأوسيلاسيون. هون تنسيون فينال تنسيون الجنراتور بالحالة اللي فوق زيرو. U للجنراتور هون بتكون إيجال زيرو. ما في U جنراتور. هلا هون أون بريزونس دو جنراتور. هي بنسميها أوسيلاسيون فورسي. Forcé, yani se produit avec intervention extérieure. Benama faut se fait sans intervention extérieure. C'est-à-dire qu'on la hale, on bien l'oscillation. On oscillation avec intervention extérieure. On est d'accord, mais le خارج, nous sommes en barre, là, nous avons excitation. Kif bil mécanique, mon qariba bil mécanique, là, nous d'aiman, mon qari, nous sommes bil mécanique ou l'électricité bil oscillateur. Faut bil bidé, là, nous sommes en rajout, nous sommes en l'aoual. Fik traje lié, hon. بالمقارنة أول شيء أوسيلاسيون كوندنساتور بوبين سان ريزيستانس مثل مين؟ مثل أوسيلاسيون مثل أوسيلاسيون للهارمونيك سامبل يعني سان لا شو هارمونيك يعني سامبل بس سان فروتمون سان فروتمون أوكي الحالة الثانية شو هي؟ أوسيلاسيون ليبر أمورتي بسيدو بيريوديك اوكي اوسيلاسيون ليبر امورتي هذيك البيريوديك اللي بالاول هي سيدو بيريوديك طيب هلا بالاوسيلاسيون فورسي كيف بتقاربيها للميكانيك؟ مثل مرجوحه اذا تركتيها لحالها بدها تعمل امورتيسمون بدها تبلش تنقص الامبليتود تنقص لحد ما تصير بالنهايه شو؟ زيرو صح؟ بدها توقف هلا اذا انت وقفتي وكل ما راحت ورجعت اعطيتيها دفعه هاي شو بتكون؟ في تدخل خارجي هون بتكون اوسيلاسيون بنسميها اوسيلاسيون فورسي. اوكي؟ ماشي. طيب هلا بهاي الاوسيلاسيون اللي احنا عم نعطيها اكسيتاسيون او بحط الجنراتور هيدا الجنراتور اللي عم يعطي تنسيون وهيدا انتربتور فينا نحطه فيرمي وفير كوندنساتور ريزيستانس بوبين
وهيدا عم يعطي تنسيون او هيدا سي اوكي كورون راح مرقوا هيك سنس بوزيتيف بهالاتجاه هيدا بلس وهيدا موان هاي الاي الاي هون شو بتساوي يا ورد الاي هون احسبوس دي كيو سور دي تي صحيح هي ا بي سي دي طيب نحن عندنا الاي ا بي بعد ما مسمينا شو اي سي اي للكوندنساتور طيب بهالحاله عندي انا الواد دي تيفيتي دو تونسيون بتعطيني اي ا بي ا دي دو جينيراتور ايجال اي ا بي بلس اي بي سي بلس اي سي دي U A D هي E إيجال U A B U C U C plus U B C هي la résistance R I plus U la bobine orientée dans le sens convenablement choisi D L بعد R إيجال زيرو للبوبين إيه إذا مش زيرو بدي أحطها هون هي R total دخل فيها ريزيستانس للبوبين حتى اوكي حتى لو ما كانت بير مو اندكتيف اوكي يعني هل ار في يعتبرها مثلا مش بدي احط انا هون ال دي اي سو دي تي بلس بوتي ار اي البوتي ار اي بدخلها مع هاي اللي هون اوكي التوتال فايف طيب هلا بنحط شك تمباسا فالور صارت يو سي بلس ار اي اللي هي سي بار دي يو سي سو دي تي بلس كمان هون صارت ال سي دي دو يو سي سور دي تي دي تي كاري اوكي دي تي كاري صحيح فاذا صار الايكواسيون بهذا الشكل برتبه بس مش اكثر خلص هذا هو الايكواسيون ديفرنسيال الجديد ديفيزا باغ ال سي ايوه بصير دي دو يو سي سور دي تي دو بلس ار سور ال ار سور ال دي يو سي sur dt plus 1 sur lc uc on égale chou e sur e sur lc lc يعني مثل مثل اللي فوق الامورتي بس égal e sur lc عفوا معناها égal 0 السوليسيون مثله نفس الشيء السوليسيون هو uc égal e à la puissance moins alpha t عرفتي شو هي الالفا مش هيك سينوس هي نص الترم اللي فيه بريم مو الفا تي بلس سينوس اوميجا تي بلس في شو بزيد بس بلس او بس هيك فشو بصير هون الاوسيلاتور يعمل بصير اذا بدي ارسمه انا هيدا هو اوكي هيدا هون الزيرو مثلا اوكي يعني ما بتصير الـ UC ماكسيمال؟ بلا إنه إيجال E؟ إيه إيه ليكي كيف، هيدي الزيرو هون، هاي UC بصير هيدا الأكس اللي هون يلي هو E، هيه، هيدا الـ E بقوم هيدا بصير يعمل أوسيلاسيون حول الـ E، ما بصير أكبر من الـ E، أصغر من الـ E، هيك بقى الشكل هيدا. أوكي. أمورتي، شايفي؟ هيك. بس زدنا له E، هو ذاته نفس الشيء. بترجع إذا قطعنا الكهرباء عنه، أوكي؟ شو بصير؟ بيعمل اوسيلاسيون وين؟ هون اوكي هي بتكون على الحد الزيرو ايه بصير يعمل اوسيلاسيون حول الزيرو بهالشكل هاي اوكي اوسيلاسيون بيرجع كمان لهون بصير يعمل اوسيلاسيون على الزيرو على الاو الزيرو اذا ما كان في جنراتور يعني اذا افترضنا حطينا نحن جنراتور دو تونسيون كاري هذا الجنراتور يو دو تونسيون كاري اون فونكسيون دو تي مرة بيعطي E ومرة بيعطي زيرو اوكي بهالحالة بصير يعمل اوسيلاسيون بهذا الشكل يلي شفناه اوكي مش الحال اوكي مش الحال مش الحال بس حسب ال E طيب هلا ماشي وين اذا بدنا نرسم رسمة كاملة هون لاثنين سوا بشكل دقيق عندي هيدا
العكس للجنراتور. هون عم بيكون عندي اي دو كوندنساتور، عم نشوف نحن بس الاي للكوندنساتور، وهون عندي التيرم زيرو. هون لاكس دو تون، هاي زيرو هون. هون عندي ان دو تروالي، نفترض هيدي اي. اوكي، هلا من هون هيدا الجنراتور شو عم يعمل؟ عم يعطي اول نص البريود، بيرجع بالنص الثاني شو بيعطي؟ زيرو. اوكي، لنفترض لهون نحن رح نرسم اول اثنين بريود، والباقي بيكون حسب السنيا. لنفترض بلش مثلا من زيرو، كانت الاولى الكوندنساتور، ما هو بالبدايه هون كانوا اثنيناتهم دي شارجي، الكوندنساتور كان منه شارجي صح؟ كان عنده تنسون ايجال زيرو، يو سي ايجال زيرو، ببلش من زيرو وبيطلع على الماكسيموم معين. اوكي، لنفترض هالقد هذا الماكسيموم، بيطلع بهذا الشكل هيك. اوكي، طلع لهون. اوكي، طبعا الماكسيموم اللي فوق من هون لهون، هيدا من هون لفوق اصغر من هاي من هون لهون، لانه عم تصغر الامبليتود كل شوي صح؟ ببلش بيعمل بينزل شوي، بينزل لهون. اوكي، اقل من اللي قبله، بيرجع كمان اقل من اللي قبله، بتضل تقل لنوصل لمرحله. لنفترض انه صار زيرو هون، بنفترض صار زيرو هون، صار زيرو هون، قطعت الكهرباء عنه، شو بيعمل؟ كان ماكسيموم، كمان بده يبلش يعمل مينيموم. اوكي، بيعمل مينيموم بجزء من هون، هون مش بينزل دغري لهون، لهون بينزل لتحت لهون هيك. اوكي، وبيبلش يكفي اوسيلاسيون بهذا الشكل، مثل ما عمل فوق بيعمل هون. اوكي، ليرجع يصير زيرو، وبعدين نفس الشيء بصير نفس الحاله، بيطلع من هون وبكفي انسيدس، بيتحول لثاني واحد. اوكي، شو الحال؟ فرق بيناتهم؟ اوكي، طبعا هذا الشيء اللي اشتغلناه نحن نقدر نشتغله بطريقه ثانيه، مثل ما الاكواسيون ديفرنسيال دي سيكون اوردر او غيره بنقدر نطلعهم نحن بدو ميثود. تذكر الدو ميثود اللي بنطلع فيهم الاكواسيون ديفرنسيال بالميكانيك، مره على الدوزيام لوا دو نيوتن، سوم دو فورس ايجال ام ا، ومره على الانرجي دي او ميكانيك سور دي تي ايجال زيرو. صح، تذكرتيهم ولا بتذكرك فيهم على السريع؟ لا تذكرتهم. اوكي، هلا هون كيف بيكون على السريع، كيف بتكون الانرجي؟ الانرجي ميكانيك، الانرجي الكترومانيتيك، الانرجي توتال كونسيرفي بتكون. اذا عم نحكي نحن، رح ارجع للاول، هلا انا كوندنساتور، هيدا كوندنساتور وهيدا بوبين، ال هون ابي. طيب الانرجي توتال، الانرجي الكترومانيتيك توتال شو بتساوي؟ هي انرجي الكتريك تاعت الكوندنساتور بلس انرجي الكترومانيتيك تاعت البوبين. يعني هي بشكل عام الانرجي توتال ايجال ان دومي سي او سي او كاري بلس، مذكر الانرجي تاعت ال ال اي اوكي. ايوه ال اي اوكي، بس اذا نسيت الكاري على الاستاذ، عندهم سي اي اوكي صحيح. طيب هاي الانرجي توتال الاثنين سوا، تذكري بالانرجي ميكانيك كنا نقول نحن الانرجي ميكانيك سو كونسيرف، يعني هي ذاتها الانرجي اتي ايجال زيرو، اتي ايجال زيرو شو كان عندي؟ كانت الانرجي للكوندنساتور الكتريك ايجال ان دومي سي اي او كاري، يعني سي اي او كاري مزبوط، وكانت الانرجي هو عم نحكي اتي ايجال زيرو، وكانت الانرجي الكترومانيتيك للبوبين ايجال زيرو، مش هيك قلنا؟ هون كان مشارجين الكوندنساتور وهي البوبين منا مشارجي، فكان عندي هيك، هاي في حطها اذا بدي ان دومي سي اي او كاري، واذا كانت البوبين مشرجه والكوندنساتور مش مشرج، في حطها ان دومي ال اي اكبر اي، هيدي اوكاري مش هيك؟ ال اي اوكاري شيء. هو شو بذكروكي؟
انه الانرجي ميكانيك هي اندومي كا اكس ماكسيمال اوكاري وهي ذاتها اندومي ام في ماكسيمال اوكاري هي نفسها هول وهول اذا كنا حاطين هاي او هاي وهي كمان اذا كنا عاطين لهيدا انرجي ولا هيدا انرجي اوكي يعني اندومي سي اي زيرو اوكاري اندومي سي U0 au carré le condensateur plus 1 demi L I0 au carré le condensateur à T égale 0. صح نفس الشيء. بهمني منه نقول هلا بس عشان لحتى نكون نعرفهم مش أكثر. أنا بهمني إنه الانرجي توتال سو كونسيرف. ليش سو كونسيرف؟ لأنه ما في شو؟ ما في ريزيستنس. إيه مثل ما هون شو؟ ما في فروتمون. هون ما في ريزيستانس الريزيستانس الفروتمون بينتج عنا شالور ريزيستانس بينتج عنا شالور بيشبهوا بعضهم اوكي طيب هلا بما ان الانرجي ميكانيك انرجي توتال كونسيرفي فاذا دي انرجي توتال سور دي تي ايجال زيرو طيب نقوم نعمل ديريفي هاي زيرو ديريفي لها ايجال ان دومي C fois 2, UC, U prime C, plus 1 demi, 2, I prime, I prime, égal 0, égal 0. هلا, منحط الإي بقيمتون, الإي هي شو, C par DUC, sur DT, والإي بريم هي C, C D au carré U C sur D T carré sur D T carré يعني C fois U seconde C هايدي C fois U prime C chaque temps par sa valeur 0 égal 1 demi بتروح هون C fois U C fois U C prime plus هون عندي L fois الإي منحط محلها شو C'est U prime. C'est U prime. Fois. Fois. Comment? C'est U seconde. C'est. Alors, U prime différent de zéro. U prime C différent de zéro. Fille, il y a un peu de temps. U prime C. Il y a vitesse. Il y a un peu de temps. Ça. Il y a بصير C U prime C U C C U C وكمان C في يختزل فيها والC different de zero في يختزل فيها okay فإذا هول كمان بليهم هول C U C بليها فإذا بصير عندي U C plus L C U prime C اختزلنا فيها مظبوط U seconde U seconde U L C بعد ما اختزلنا بC U seconde إيجال زيرو يعني نفس الإكواسون اللي طلع معي U seconde plus 1 sur L C U C إيجال زيرو هاي طريق تاني لحتى نقدر نوصل على الإكواسون ديفرنسيال إذا طلب منا هيك شيء أوكي طيب عندك أسئلة شيء بالنسبة لهول لحد هلا مش الحال لا طيب. أي مش الحال أوكي ممتاز هلا بالنسبة للريزيستانس إذا عندي ريزيستانس طبعا إحنا حكينا بالنسبة للإكواسون ديفرنسيال كيرجي لا فارياسيون دو إي سي شو طلع عندي تذكر مع ريزيستانس إي سيكوند بلس 1 سور إل سي R sur L, U prime. UC, U prime C plus 1 sur LC, UC. Sur LC, UC. Égal 0. C'est l'équation différentielle. Alors, بالنسبة للإنرجي, عندي dérivé de l'énergie par rapport au temps, dérivé de l'énergie électromagnétique par rapport au temps, يلي هي مثل ما بنقول نحن DE sur DT égale, اللي هي puissance, بعيد الفورس de frottement. ذكرت الفورس دو فروتمون
هون فينا نفس الشيء نشتغل بنفس الطريقة، بس حتى نشتغل حتى ما تكون زهقت من الشرح. هلا فينا نشتغل إذا بدك بالإكزرسيس، وبنرجع بعدين بنكفي هودي التفاصيل التانية. ماشي؟ اوكي. يلا. بنحاول نشتغل هلا الاكزرسيس اللي بالكتاب كلهم، مش هلا يعني قصدي بشكل عام، بعدين نرجع بنحل اكزرسيس او اكزرسيسين من كتاب الايفرست، وبعدين نترك المساله لإلك تشتغلي انت، وشو بدك ترجع بتساليني بالاوقات الجاي. نحن هلا ناخذ موعد بكره بلكي بنكفي كمان. ما بعرف اي حصه بتكون عندك، عم تاخذي شيء مات ولا خلصتي؟ اليوم بس عندي ما توب خلص. اوكي طيب، زيك بعد بدنا شوي. طيب نفتح على الاكزرسيس. يلا بس لحظة. يا استاذ. ايه اوكي، نبلش بالنيميرو 1. Que signifie la fréquence propre d'un circuit serré LC donné son expression? Fréquence propre est 2 pi oméga 0. Depuis sur oméga 0. En R. OK. يعني ديكال 2 بي راديكال ألف. هيك عم يحكي شو هي بالأول كديفينيسيون، يعني شو هي الفريكونس بروبر بشكل عام، وأنت بصير عندك فريكونس بروبر دو سيركوي. الفريكونس بروبر بس يكون الريزيستانس إيكال زيرو. لا ما خص هون هون عم يحكي مثل الشابيت اللي اخذتيه مع العلوم الحياة، نفس الشيء، لانه هون بيدخل فيها هودي التفاصيل الريسبونس والترناتيف سيريز وايدات سي لا فريكونس. Pour laquelle on a plusieurs choses. عدة شغلات بتعرفيهم انت. شو هي؟ L'intensité du courant et la tension. L'intensité du courant. Et la tension tension imposée par le générateur طبعاً sont en phase. Tension du générateur sont en phase. Et أول شغلة. طيب شغلة تانية. استاذ بس زمان عندنا جنراتور. ايه لا عم نحكي نحن بسيركوي ار ال سي عندنا جنراتور، ولا ما في عندي فريكونس بروبر في هون هون؟ احنا حاطين سيركوي ال سي سيري. ايه ال سي سيري على ريزونونس دانتونسيتي. اوكي. ما ال ال نفسها كو سينيفي لا فريكونس، هي نفس على فكره نفس الفريكونس تاعتي اللي عم بحكي عنها هون، هي ذاتها بالال سي نفسها. مش عندك انت الاكواسيون اذا مذكر هلا اكس سكوند بلس ان سور ال سي، مش اكس سكوند هون يو سي
seconde plus 1 sur LCUC égale 0. هاي هي الفريكونس بروب هون. اوكي. هاي بتشبه الفريكونس بروب بالايكواسيون الثانيه اللي عم نحكي نحن على ريزونانس بكونوا اون فاز عاده. اوكي. بتكون الانتونسيتي اون فاز وشو بعد؟ لومبلتود الانتونسيتي ماكسيمال اي ام اي برون ماكسيمال اون فالور ماكسيمال. بعد شغلي شو بتساوي هاي الفريكونس بروب؟ اف 0 هذا ايكال 2 بي سور 2 بي راديكال ال سي. اوكي. لا اساس مش 2 بي على راديكال ال سي ولا اوميجا ليك شو هي 2 بي؟ لا عندك الاوميجا هو الفورمول اللي لازم نحفظهم بشكل عام هي 2 بي فوا لا فريكونس. اوكي وهي 2 بي سور تي. التي هي 2 بي سور اوميجا. هون اذا بدي اجيب الاف انا بقول اف ايجال اوميجا 0 سور 2 بي. يعني اوميجا 0 سور 2 بي. قلت غير هيك انا يمكن من شوي قلت غير هيك يمكن. اوكي الاوميجا 0 لحالها الاوميجا 0 هي 1 سور راديكال ال سي. صح؟ فبتصير اذا حطيت الاوميجا 0 بقيمتها ان سور راديكال ال سي فوا 2 بي بتصير ان سور 2 بي راديكال ال سي. اس اه اوكي. طيب 2 dans un circuit FLC série, le condensateur porte la charge QM. L'énergie emmagasinée dans le circuit au cours du régime d'oscillation libre est-elle constante pour justifier la réponse? OK. تبقى constante. إذا في سيركوي فيها ريزيستانس فيها لا لا ما بيبقى كونستانت فإذا نو شو بصير بالإنرجي إلكترومغنيتيك؟ بصير في شالور دي إنرجي إلكترومغنيتيك سور دي تي بتكون إيجال موان ار إي أو كاري يعني بتكون ديمينو نيجاتيف. أوكي دونك إنرجي électromagnétique diminue à cause des frottements. À cause de la résistance. إنه بيجي أنالوجي بيناتهم إنه التوافق بيناتهم أحيانا بيجي سؤال إلكتريسيتي وكيف منطبقه بميكانيك أو العكس. طيب تروى في شي choisissez la bonne réponse. ايه LC est donné par T0 égal 1 sur 2 pi fois radical LC هي 2 pi sur 1 T1 égal attention au bon du condensateur 2 pi sur 1 omega 0. لا لا انا قصدي في واحدة هون طلع حد قبل ال 3 3 dans un circuit RLC série en régime d'oscillation libre où la tension au bord de condensateur est maximale l'énergie emmagasinée dans la bobine est zéro. احسنت ما هو لما تكون هذيك ماكسيموم هذيك اجباري تكون زيرو ما عم نعمل اوسيلاسيون مثل لما بتكون مثل لما بقول لك بالميكانيك الانرجي بوتنسيال ماكسيموم قد ايه السينتيك؟ زيرو. السينتيك ماكسيمال قد ايه البوتنسيال؟ نفس الشيء. اوكي؟ يعني كمان لو انعكست القصه على البوبين نفس الشيء بيكون الكوندنساتور نيل. فاذا البي هو الجواب الصحيح. تروى كاتر. La variation de la tension au borne du condensateur d'un circuit RLC série traduit la variation
عم بيقول لك la variation de la tension aux bornes du condensateur d'un circuit RLC. circuit RLC نحن عم نغير شو؟ tension تعيد الكوندنساتور. شو اللي بيتغير هون؟ بيتغير الانتنسيتي ولا بيتغير الشارج ولا شو؟ كل شيء بيتغير. مش كل شيء بيتغير؟ ايه يعني اه كيف اه ما اه بيقولوا بس لا فاريسيون دو لا تونسيون او بون دو سيركوي كلها سوا يعني كلهم هول اه اوكي ال ال سي 5 La période propre d'un circuit série en LC est donnée par pi sur oméga 0. OK. Yani 2 pi radical LC. OK. Yani aïe est mazbout. B. 5, hada. A. OK, B. Sahi. Six. Lors des oscillations libres d'un circuit série idéal, LC, le condensateur, يعني R égale 0, le condensateur cède à chaque instant de l'énergie à la bobine. La bobine cède à chaque instant de l'énergie au reste du circuit, la bobine et le condensateur. HDC. La bobine et le condensateur changent mutuellement leur énergie. Lors des oscillations libres d'un circuit série idéal, LC, le condensateur cède chaque instant de l'énergie à la bobine. La bobine, la bobine cède chaque instant de l'énergie au reste du circuit. La bobine et le condensateur échangent mutuellement leur énergie. C'est une autre manière de l'énergie. La bobine et le condensateur échangent mutuellement leur énergie. Sept. À la résonance d'intensité, l'amplitude de l'intensité du courant alternatif sinusoïdal dans un circuit RLC série est maximale. OK. 7, 8. À la résonance d'intensité du courant alternatif sinusoïdal dans un circuit RLC série par rapport à la tension aux bornes du circuit. En phase. Oui, en phase. Oui. En phase. صحيح يعني بارتي A طيب بس دي شوي خلينا بس نعيد الكاتا انا شاكك فيه بس دقيقه اوكي 3 4 عيد الكاتس لانه انت قلت جواب من شوي كان مقنع اكثر شيء la variation de la tension aux bornes du condensateur d'un circuit RLC série traduit la variation de la tension aux bornes du circuit RLC la variation de l'intensité du courant la variation de la charge du condensateur اوكي هو عم يحكي عن variation de la tension au bond du condensateur. شو بغير بغير شو؟ إذا تغير ال UC بتغير ال Q تاع ال صح صح وإذا تغير ال Q بتغير ال E. اوكي. فإذا la variation بالمبدأ هو due à la variation de la charge du condensateur. هو بغير الشارج بشكل مباشر صح؟ يعني C مضبوط C اللي قلتي أنت من شوي قلتي C صح بس ما ثبتتي على رأيك ليش؟ ما حسيت انه كلهم ما بعرف
بشكل عام هم هو الآه الوحيد هو هو ديريكتومون السيف. بغير الكو. ايه صحيح. يلا دقيقة لأظبط هالقلم. ماشي. أوكي. فإذا سي. طيب هلا ويت، خلينا نكفي الويت. الويت تخلصنا يعني عملنا خلاص. للويت هلا نوف. صح. نوف. On réalise un circuit oscillant en branchant une bobine d'inductance L égale 10 milliHenry et de résistance négligeable aux bornes d'un condensateur de capacité C égale 1 microfarad. A. Calculer la période propre de ce circuit égale 2 pi fois radical LC. كالكول بس هيدا ايجال 2 بي. عملي لك كالكول على الكالكولاتريس 2 بي راديكال 10 و 10 على بويسونس موان 3 ملي فوا 10 على بويسونس موان 6 لان الكابل سي ايجال 1 ميكرو هنري. قد ايه بيطلع عندك؟ Butla 6,28 fois 10 exposant moins K. 6,28 fois 10 exposant moins 4. 10 absence au moins 4 secondes. C'est la période propre, sahi. Ils avaient dit avec millisecondes, 0,63 à l'arrivée en millisecondes. Aidez-le A. B. B, on change le condensateur et on réalise ainsi un circuit oscillant de fréquence propre 1 mHz. Quelle est la valeur de la capacité du condensateur méga, mégahertz. Méga, mégahertz, ça sont 6 hertz. Ah. Okay. Quelle est la valeur de la capacité du condensateur? Nous ah, la formule. Pi, ah, fréquence égale. Et 1 sur 2 pi radical LC. صحيح. ونحط ال L بقيمتها وال F بقيمتها. منجيب ال C. Alors, C. بعد ما نرفع أكري طبعا بتصير هذه F0. C إيجال بعد ما نرفع أكري بتصير 1 sur 4 pi كري F أكري فوق L. 4 pi كري. F au carré, 4 pi carré, F au carré sur L. Fois L. Comme ça. OK. Chaque temps passe sa valeur. 1 sur. OK. 4 pi carré. Fois. Le F au carré a des fréquences. 1 MHz, yani 10 à la puissance 6 au carré. C'est là 2, fois L. 53 le fois 10 exposant moins 12. Tout là, à D, 2,53 fois 10 exposant moins 12. Fois 10 absence moins 12 farad. Yani, le pico farad, yani, 2,5 pico farad. Mm. Pico 10 moins 12. OK. أسئلة سهلة هلا هو مقدمات لل وبفضل أنا بحلهم قبل ما نحل أسئلة تكون هيك تقيل شوي نوعا ما. هنا أسئلة الكتاب بشكل عام خفيفين نوعا ما. أوكي بس هي هالقد مستوى الدرس يعني بشكل عام. طيب ديس 10. Le condensateur d'un circuit série oscillant LC a une capacité de 2,2 microfarad. Il est initialement chargé sous une tension de 12 volts. Calculez l'énergie initiale du circuit oscillant. OK. Énergie initiale, حكينا عنها من شوي. هي شو؟ Le condensateur بس, ça. Énergie électrique. 1 demi, c'est E au carré. أحسنت. 1 demi, c'est E au carré, partie A.
1 demi CU au carré ou 1 demi ADC. C'est 2,2 fois 10 exposant moins 6. Fois le 12, c'est au carré. Ouais. Égal, quand même calcul. 1,584 fois 10 exposant moins 4. Fois 10 absence au moins 4. Moins 4 joules. Joules. C'est l'énergie. Ouais. Partie B. Et quelle est la valeur maximale de l'énergie emmagasinée par la bobine lors des oscillations? E maximale la bobine égale 1 demi CE au carré. أحسنت هي زادة يعني 1.584 لأنه هني بتبادر الإنرجي خاصة إنه ما عندي ريزيستانس هي نفسها برافو سي Et calculer la valeur maximale de l'intensité du courant dans le circuit si L égale 0,1 Henry. OK. Maximale E. مثل ما قلنا بالعادي هاي اللي مش انرجي ماكسيموم معنا اياها كوريسبون ا اي ماكسيموم. اه اي صح. يعني هيدي ايجال 1 دمي L اي ماكسيمال او كاري. 1 دمي L اي ماكسيمال او كاري. صحيح. نحط بقيمتهم. ايه اي ماكسيمال ايجال راديكال راديكال E على 1 دمي لا 2 E ميكانيك 2 E على ماكسيمال للبوبين ماكسيمال على L على L اوكي ايجال كالكول 2 fois 1,58 10 à la puissance au moins 4 sur L قد ايه قال لي قيمتها؟ 0,1 0,1 شو؟ أنري بيطلع 0,056 0,056 أمبير أمبير اوكي صح تمام هلا ال 11 11 On dispose de quatre bobines d'inductance respectives. L1 égale 20 mH, L2 égale 30 mH, L3 égale 0,2 Henry et L4 0,3 Henry. Okay. On dispose aussi de trois condensateurs de capacité respective. C1 égale 100. Proposer trois associations d'une. De l'une de ces bobines avec l'un de ces condensateurs ayant la même fréquence propre, il y a une autre fréquence propre. Calculer cette fréquence propre. Mais il y a une autre fréquence propre. Parti A, Heidi. OK. Qui ont la même. Fréquence propre. Ont la même chose. L fois C. مظبوط. اللي عنده نفس ال L fois C. مين عنده نفس ال L fois C؟ إذا ضربنا L fois C. مثلا لو قلنا مثلا 2 مع ال 350 30 زيد ال ان اف يعني فوا قد نانو دي سمو النف والميكرو دي سمو السيس هول بس قصة كالكول مش اكتر يعني يطلع معك ال 2 مع ال 30 و 1 ميكرو بيطلعوا هي عشان ما نفس الشيء ايه الالترو بتضربيهم كلهم صارت هذه مثل البروبابيليتي صارت 0.2 0.2 و سي 3 ال 3 سي 2 ايه اذا بتشوف ال 2 والسي 3
2 سي 3 ايه فوا سي 3 نعمل لهم كالكول. عندك ال 3 و سي 2 كمان. ال 4 واسعة 4 وساعة بيعطوني نفس الشيء طلوع ايه. طيب هودي قد ايه بيطلعوا؟ شوف لي هون هون هن هاي اللي فوق قد ايه طلعت؟ 3 x 10 اكسبوزوم موان 8 اللي تحت كمان 3 x 10 اكسبوزوم موان 8 وهي كمان 3 x 10 اكسبوزوم موان 8 اوكي مبدئيا هول هني لعندهم من بيريود فاذا هول اون لا ميم فريكونس بروبر انه هيدي بس طبعا السؤال من النوع ما بيجي بده يحذر الواحد او تحذير بده يتحذر عليهم وشوف الارقام المتناسبه مع بعضها سجل نحسب الفريكونس بده الفريكونس اوكي اف ايجال ان سور دو بي راديكال ال سي بشكل عام لهو الفريكونس هي ان سور راديكال 3 فوا 10 على بوسونس موان 8 بيطلع 9188 9 يعني تقريبا هرتز اوكي 919 هرتز ب Okay. On dispose d'un générateur délivrant une tension égale à 6 volts pour charger initialement ses condensateurs. Les trois associations précédentes désignaient celle de plus grande énergie. Calculez cette énergie. La plus grande énergie va de Kunanda Akbar C ou Akbar L. La plus grande énergie est l'énergie plus grande que l'association dont la capacité est la plus grande. Sahi. من هول اللي عندك فوق عندهم أكبر كاباسيتي؟ لحظة أنا نحن سيترو سيدو سيدو سيترو أكبر شيء فيهم كلهم سيترو أكبر الميكرو هذيك نانو شيء فإذا كي كوريسبون أو بلو جران plus grande capacité, c'est-à-dire C3. C'est là, C2 en a akbar. C2 indique 150, 10 moins 9. C'est 1,5 fois 10 exposants. 0,15, 10 moins 9, moins 6, 0,15, vous dire. Tous, mais à Aleph. لتصير بتحولي من نانو ل بتضرب ال انا مش 100 مش 100 1000 اوكي حطيتها 100 اوكي قد ايه الانرجي بتكون بهالحاله؟ 1 دومي سي او سي او او كاري اوكي مضبوط 1 دومي فوا 10 بوسونس موان 6 فوا يو او كاري قد ايه يو او كاري؟ يعني 36 6 هي التنسيون 6 6 اوكي 6 قد ايه بتطلع؟ بيطلع 0.018 جول 0.018 جول 0.018 جول اوكي اكيد في 10 موان 6 10 موان 6 هون خليني اتاكد لحظه لازم أقل من هيك مفروض هيك ما بعرف مثلا فوا 10 اكسبوزون موان 3 1 فوا 10 اكسبوزون موان 5 اوكي 1,8 فوا 10 اكسبوزون موان 5 اوكي ان فيرجول 8 فوا 10 على بوسونس موان 5 جول اوكي 18 ميكرو جول يعني ممتاز كثير منيح
وين صرنا؟ على 12. الدوز. لحد هلا ما في عنا يعني كثير سهلين، صحيح؟ رح يخلصوا الاكزرسيس وما عاد بعد ما في شيء فيهم محرز، هلا عشان هيك رح نتكل على اكزرسيسات من برا بهذه الحاله، مش هيك؟ ماشي. طيب دوز. On souhaite concevoir un circuit série oscillant LC. Pour cela, on dispose d'un dipôle RC série. Exprimez la constante de temps du dipôle RC. Tau, yani, tau égale RC. OK. Exprimez, expression, بدون calcul. On ne sait pas si on calcul. B. On considère le circuit de la figure. L'interrupteur K est ouvert. On charge le condensateur de capacité C sous une tension U égale 10 volts. Puis on ferme l'interrupteur K, R égale 100 ohms. Après une durée égale à 0,1 seconde, la tension aux bornes du condensateur devient 5 volts. Calculez la capacité C du condensateur. En termes de décharge. OK. تنسيون للكوندنساتور صارت بهالحالة هيدا في بعد هالقد صارت 5 فولت نصها يعني صارت نصها. كالكولي لا كاباسيتي دو كوندنساتور. OK. طب هون بدنا نستخدم الإكواسيون للكوندنساتور. تذكري قد ايه هو؟ دورون la charge. Il y a U ايوه DUC sur DT. لا UC ou sur en head. UC égale U maximal C اللي هي sinus U maximal اللي هي E هاي يعني R E sinus facteur omega T. لا لا شو ولا عم أي عم لا 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 بشارج او كور دو لا شارج هلا عم بشارج هو الكوندنساتور مش هيك؟ ايه صح E moins اوكي T sur دو tout. كونسيفوار السيركوي اوسيلون Un mois. بدنا نعمل السيركوي بعد ما Oh, بلش بال شو اسمه اوكي عم يعمل شارج للكوندنساتور او فاكتور 1 Un موان mois. او موان تي Moins T sur tout. سور تو اوكي طيب تذكرت تذكرت. فإذا في أنا رح نستعملها يعني بلا ما يعطينا إياها؟ إيه هون ما في عندنا مجال إلا هيك يعني، أوكي؟ أوكي، بنحط بقيمتهم. أوكي هون صار عندي مظبوط بقيمتهم، هي أو سور دو مظبوط نصها. شي صارت نصها؟ إيجال أو فاكتور أن موان أو على بويسونس موان تي سور تو راح شي 0,1 فونكسيون سور دو تو تو. أخسي. أوكي؟ طيب. هلا بدنا نطبق اللين بعد شوي بس اول شيء عندي 2 على بويسونس موان 1 ايجال 1 موان بعد ما نختزل بال نختزل بالاو موان تي سور تو انا بدي اجيب التو بهالحاله والتو هي ار سي وبنجيب ساعتها الار يعني الهدف اني اجيب التو طيب بصير عندي هي اندومي يعني هون عندي او على بويسونس موان تي سور تو égale 1 moins 1 demi égale 1 demi. Yani 2 à la puissance moins 1. Finalement, le moins de l'exposant, c'est E à la puissance T sur tout égale 2. Nous allons aller où est-ce que nous allons tout? Len. Len, E. À la puissance T len, len, E égale. Sur tout égale len 2. 2. Len E à la puissance T sur tout, il était sur tout. إيجال لين 2 فإذا 2 هي لين سور لين 2 هي تي سور لين 2 يعني 0,1 على لين 2 فإذا حتى نجيب السي مرة واحدة ار سي اللي هي 2 إيجال تي سور لين 2 أنا بدي سي مش طالب مني سي؟ إيه égal T sur R ln 2. هلا هون بحط كل شيء بقيمته.
اكسبرسون لترال بضمن اني ما عم بغلط بالكالكول. اخر شيء هيدي سي ايجال تي 0.1 سكوند قال لي مشيت. اخر شيء بيطلع 1.44 فادي 6 اكسبوزون مون 3. اوكي فاذا 1 سور حتى نحط بس شكتين بس 100 فوا لان 2 100 لان 2 تطلع قلت لي 1.44 فادي 6 اكسبوزون مون 3 موان 3 فراد. اوكي هي اول باتي من السؤال باتي او تاني باتي سي هلا C'est le même condensateur et ensuite branché en série avec une bobine d'inductance L égale 0,2 Henry. Et quelle est la fréquence propre du dipôle LC ainsi constitué? Fréquence propre 1 sur 2 pi radical LC. الال قد ايه طلع؟ اعطاني اياها الال 0.2 هنري ايه والساعه جبناها كانت كات دي سموان 3 بتطلع 9.378 اوكي الانيتي هرتز ايه اوكي سي لا فريكونس نميرو تاس بلكي بطلع شي اكزرسيس على الايم شوي هيك اكتر. La figure 12-11 représente la variation de l'énergie EC emmagasinée dans le condensateur d'un circuit série LC en oscillation libre non amortie. Quelle est l'énergie maximale emmagasinée dans la bobine au cours des oscillations? E maximal égale 2 fois 10 exposant moins 4. Quelle est l'énergie maximale emmagasinée dans la bobine au cours des oscillations? OK. Au cours des oscillations, en général. Ah, c'est le condensateur. Ben, j'ai la bobine. Ah, mais c'est le même que le condensateur maximal. Oui, c'est le même chose. Parce que maximal, nous disons l'énergie électromagnétique maximale égale, ou l'énergie magnétique maximale, l'énergie électrique maximale, c'est égale 2 fois 10 à la puissance moins 4 joules. Elle est partie A. OK. Partie B. Quelle est la tension maximale au bornes du condensateur de capacité C égale 22 microfarads? C'est même pas le maximum. C'est la tension maximale. Mais c'est l'énergie maximale tartine. L'énergie électrique maximale est 1 demi CU maximal au carré. OK. Il y a 2EM sur C radical. 2EM. 2EM. Énergie magnétique électrique maximale, onde maximale, sur 2C. Ou radical, là, deux énergies non, sur, c'est bon. Sur C. C'est à 22 ou radical. Utla 10 radical, 4,26. Ok, C à D, c'est quand est. C'est 22 fois 10 exposant moins 6. Oui, radical, ok. Égal à D, tolérant. 4,264 volts. Okay. Volt. C'est quelle est la période T de la variation de l'énergie du condensateur comparée T à la période propre T0 du circuit LC, déduisez L du même circuit. T est 2 fois 10 exposant moins 3. OK, بس دقيقة نظبط السيركوي. طيب بنعيد بس السؤال لأنه ما كنت
Quelle est la période Quelle de est la la variation? période de la variation de l'énergie du condensateur comparée T à la période propre T0 du circuit LC, déduisez L du même circuit. OK. L, T, I, 2 fois 10 exposant moins 3. Ahsante. T égale 2 fois 10 à la puissance moins 3 d'après la figure. 2 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Je venais d'amener la figure. OK. Comparer cette période à la période propre du circuit LC. T égale T0. Là, ماشي زيادة. هون تذكري معي شغلة هون تذكري معي شغلة البريود للإنرجي بوتنسيال وللإنرجي سينتيك والبريود للإكس انتبهتي؟ بالميكانيك عم درجع للميكانيك اوكي، يعني هي خلال البريود كامل البريود خلال للاثنين ايه انه التوتال هي تذكري اول فيش اعطيتك اياها لحتى نراجعها بالمقارنه هي يعني لا البريود يعني للجنراتور ايجال تي زيرو بس تي زيرو كوندنساتور لا. للانرجي تاعت الكوندنساتور والانرجي تاعت البوبين عندهم بيريود هول هيدا البيريود هن بصير بتصير التونسون ماكسيمال مرتين خلال البيريود كامل من السيركوي ال سي صح؟ اوكي بتصير مرتين كل البريود لل تي زيرو بتصير مرتين اه اوكي فاذا شو بكون البريود تي زيرو سور دو ايه صحيح فاذا اول شيء خلينا نكتبها هيدي لانه كثير مهمه تي ايجال دو دي سابسونس مون 3 طيب الانرجي ام ماجازيني dont le condensateur devient maximal deux fois, deux fois pendant chaque période T0 du circuit. Faisant بيعبي مرتين خلال البريود الوحدة من السيركوي. Donc la première fois, خلينا نشرحها أكثر. La première fois, a lieu quand une armature est chargée au maximum. Et la deuxième fois, a lieu quand la même armature, INFSA,
est chargé au maximum négativement. Ou soit négativement ou positivement. نفس الشيء لأنه عندما Q2 sur C صح Q au carré هتكون au carré مش هيك؟ أوكي فإذا خلال هيدا البريود T0 بتصير مرتين البريود مش الحال؟ يعني T0 إيجال 2 fois T مش الحال قال يعني 4 10 على بويسونس موان 3 سكوند طيب هلا ديدويزي ال ديدويزي ال T0 égale 4 fois 10 exposant moins 3 E égale 2 pi radical LC. Partie de... La, c'est de nafse le parti. Non, partie nafse. Le nafse le parti, il va te dominer. Je vais te mettre le mini G. Le L. Le L. OK. Qui va te dire, Bam, Khilel? Le T0 égale 2 pi radical LC. Égale 2 pi radical LC. Alors, L égale... Je vais te dire le L, Bihal Hali. T0 au carré. OK. Alors, 2, 4 pi au carré fois C. T0 au carré sur 4 pi carré C. Calcul. 4 fois 10 à la puissance au moins 3 au carré sur 4 pi carré à DC. Alors, ça. LC. 22 fois 10 exposant moins 6. 22 fois 10 à la puissance moins 6. OK. Calcul. OK. Dessiner la courbe représentant la variation de l'énergie EL emmagasinée dans la bobine. OK. Maintenant, nous sommes l'énergie emmagasinée dans la bobine. Pas de tir de 0, le EC0 va tirer le EL maximal. On va se connaître le EC maximal, le EL égale 0. OK. Ça, c'est bon. يعني بنبلش بالأول شيء بتكون الانرجي سيناتيك ماكسيمال بتبلش هيديك زيرو فينا نرسم الاثنين نحن بشكل عام حتى نقدر نرسم مثلا هاي الانرجي بالأول اللي رسمها هو دائما بوزيتيف نبلش من هون هيك اوكي هاي اللي هو رسمها طيب هاي الانرجي تعيد مين اللي فوق تعيد الكوندنساتور انرجي للكوندنساتور هلا للبوبين شو بصير عندي؟ بتبلش هاي زيرو لما بتصير هذيك زيرو هذيك بتكون ماكسيموم يعني هيك بصير عندي ماكسيموم هيك اوكي ماكسيموم قد يعني نفس الشيء بعدين هون ماكسيموم يعني زيرو بهالشكل هيدا بعدين اسيد سويت بهذا الشكل اوكي مش الحال طيب هلا الاكزرسيسين اللي بقيوا هن نفس اللي اشتغلناهم في الاكزرسيس خاصه الاخير نيميرو 15 هيدا اشتغلناه باخر اكزرسيس بالدرس نفسه الدرس الماضي هو ذاته والاكزرسيس اللي قبله 14 هيدا جراف كمان شغله مثله انت ارجع اشتغليهم
والمرة الجاية بنحكي. هلا أي ساعة بكرة فينا نشوف نقعد مع بعض بالنسبة لل لحظة لأشوف هي شوفي عندك المات أيمتى؟ بكرة الأربعاء، بكرة هو الفيزيك على تاني حصة. بكرة بأي وقت؟ أنا ما عندي شي بكرة. طيب هلا مبدئيا تاني حصة، تاني مش حفايقك أول حصة، خليها التانية، أوكي؟ أوكي تاني حصة بكرة إذا الله رضي. أوكي ماشي. ماشي، يعطيك ألف عافية في وموفقة. أستاذ اللي هو بدي إكزرسيس وبعدين بنشوف إكزرسيس نحن هيك يكون ماكن شوي من حلوة نحن بيك. أوكي ماشي أوكي، يعطيك العافية، موفقة إن شاء الله. ميرسي.